تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة نهاية هذا الأسبوع الذي كنا إن شاء الله نتمناه لكم ولنا، أسبوعا حافلا بالإنجازات وحافلا بالتفاؤل وحافل كذلك بكل ما هو جديد ومبتكر على الصعيدين الشخصي والعملي. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج مثل ما نقول دائما هو برنامج منكم وإليكم، فيه نستقبل اقتراحاتكم وملاحظاتكم ونفتح الأبواب، أبواب التواصل ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسات المجتمع وأفراده. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، وكما عودناكم دائما من خلال صحة وسعادة نطالعكم في البداية بمجموعة من الأخبار المهمة التي رصدناها من خلال الصحف المحلية أو وكالات الأنباء العالمية. أولى أخبارنا اليوم، نور دبي تفحص عيون العمال. قامت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي بالتعاون مع مؤسسة نور دبي بمبادرة الفحص المبكر لعيون 98 عاملا. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور ونائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، قال إن الاهتمام بحقوق العمال والسعي لتقديم مزيد من الرعاية لهم هو واجب على الدولة، لأن هذه الفئة ساهمت وتساهم في نهضة دبي. وقال اللواء بن سرور، نسعى في اللجنة الدائمة لشؤون العمال لبناء بيئة صحية وآمنة للجميع وللحفاظ على مكانة دبي والإمارات لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل. وأشار اللواء بن سرور إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال مسؤولة اجتماعيا عن فئة العمال وتحرص على متابعة أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتتبنى خططا واستراتيجيات متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتحقيق أهدافها في مجال رعاية وحماية حقوق العمال. وكان اللواء عبيد بن سرور والأستاذ حنان الشبيبي من مؤسسة نور دبي وقعا اتفاقية تعاون لتنظيم مبادرات الفحص المبكر لعيون فئة العمال في دبي. الخبر الثاني يقول، الأطباء يكتشفون السبب الرئيسي قصر البصر لدى الأطفال. يعتقد الأستاذ في طب العيون سكوت ريد من المدرسة الأسترالية المتخصصة في هذا الطب أن الحواسيب والأجهزة وأجهزة التلفزيون ليست العوامل الرئيسية التي تسبب تطور قصر البصر لدى الأطفال فقط. وفي رأي الأستاذ ريد أن على الأطفال أن يبقوا ما لا يقل عن ساعتين في الهواء الطلق لمنع نمو قصر البصر. وأشار الأستاذ سكوت ريد في أثناء خطابه في مؤتمر علمي في أستراليا إلى أن قصر البصر لدى الأطفال لا يتسبب به إدمانهم على الحواسيب أو متابعة البرامج التلفزيونية بقدر ما تتسبب به قلة الإضاءة الطبيعية. وقال الطبيب الأسترالي بناء على دراسات أجريت في هذا المجال مؤخرا إن الحواسيب وشاشات التلفزيون مذنبة
في كونها تساعد على إبقاء الأطفال داخل منازلهم أوقاتا أطول، إلا أن هذه الأجهزة بحد ذاتها لا تعتبر سببا مباشرا لمعاناة الأطفال من قصر البصر. واستنتج الأستاذ ريد في نهاية خطابه أن حالة الأطفال المصابين بقصر البصر المتقدم من الممكن أن تتحسن إذا أمضى هؤلاء الأطفال أوقاتا أطول في الهواء الطلق. نحن هنا شوية طلعوا في الحوش عيالنا، جلبوا الدنيا عليهم، تعالوا دشوا لا تطلعون في الحر، خي يطلعون خي يلعبون خي يأكلون رمل، يا ما كلنا ما استوابنا شيء، بالعكس سوت لنا مناعة. لا سولف وياكم ترى. عموما نروح على، بما أننا نتكلم عن العيون وكذا، خلونا نتكلم عن النوم شوية والحبوب المنومة، حيث أن الحبوب المنومة تؤدي بحياة مرضى القلب. حذرت دراسة يابانية حديثة من استخدام الحبوب المنومة عند مرضى قصور القلب، حيث وجدت أن استخدام هذه الحبوب قد يزيد المضاعفات القلبية الخطيرة بنسبة وصلت إلى 8 أضعاف. وتكمن المشكلة في كون المرضى مرضى القلب يعانون غالبا من مشاكل في النوم، لذا فإن الحبوب المنومة توصف لهم عند خروجهم من المستشفى، وهو ما يزيد من تعقيد الأمر إذا كانت هذه الحبوب خطيرة على صحتهم، بحسب ما شرحه الدكتور مساهيكو سيتوغوتش أحد مؤلفي الدراسة. وشملت الدراسة 111 مريضا بقصور القلب، ووجدت الدراسة أن المرضى الذين يتناولون الحبوب المنومة بعد خروجهم من المستشفى يكونون أكثر عرضة للعودة إليها بنسبة تفوق 8 أضعاف مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون هذه الحبوب، ويعانون عادة من مضاعفات قلبية ومشاكل تنفسية قد تصل للموت. ووجد الباحثون أن استخدام الحبوب المنومة عند مرضى القلب يزيد من الأعراض التنفسية، خصوصا عند المرضى الذين يعانون بالأصل من مشاكل تنفسية يعني مرافقة لمرضهم، لذا فإن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى مراقبة من نوع خاص تقيهم هذه الأعراض حسب ما جاء في الدراسة. وحددت الدراسة يعني هذا المسبب المحتمل لهذه المضاعفات، اسمه شوية غلتش بس بحاول أقوله بشكل صحيح، البنزوديزيبينات أنك مسبب محتمل لهذه المضاعفات، وهي زمرة دوائية تتكون منها أكثر أنواع الحبوب المنومة شيوعا. يعني هذه البنزوديزيبينات هي من أكثر مكونات أنواع الحبوب المنومة شيوعا. ونوه الباحثون بضرورة إجراء دراسات أكبر وتشتمل على أنواع أخرى من الحبوب المنومة وعدد أكبر من المرضى قبل اعتماد هذه النتائج. يذكر أنه من المعروف أن الحبوب المنومة تزيد من الأعراض الجانبية المزعجة عند المسنين بشكل خاص، خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة. والله أنا أعرف ناس يعني ما ينامون إلا على هذه الحبوب، فأنا بطلع فاصل، أتمنى ما تنامون، ولأنما أرجع لكم مع المزيد من التغطيات والمزيد من الأخبار والمزيد من المواضيع الصحية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا في يعني هذه الحلقة يسرنا أن ننتقل بكم إلى واحدة من ملتقيات العصف الذهني المهمة التي تنظمها هيئة الصحة بدبي، والتي تتمركز محاورها حول المريض جمهور المتعاملين بوجه عام. وتأتي أهمية هذا الملتقى من المشكلة الصحية العالمية، حيث تعاني الكثير من النظم الصحية حتى يعني هالكلام في الدول المتقدمة بعد، من فجوة ما بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز العلاجية المتخصصة وأيضا المستشفيات.
ما يجعل المتعامل دائما في حالة من التواصل هنا وهناك بين هذا المركز وذاك، وربما يمكن لعدم وجود التجهيزات اللازمة في المراكز الرعاية الأولية، أو لعدم وجود وفرة في الأطباء المتخصصين. هذا الوضع أعزائي المستمعين اللي كانت تردنا الكثير من الملاحظات حول هذا الموضوع، سواء من خلال رصدنا لوسائل الإعلام وأيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال التواصل المباشر مع هيئة الصحة في دبي. هذا الوضع أعزائي المستمعين وهذه المشكلة العالمية، أنا ما أتكلم بس عن إمارة دبي، هذه مشكلة عالمية، هي ما تبحثه الهيئة اليوم في العصف الذهني الذي يضم مجموعة من المسؤولين والأطباء المتخصصين من الطرفين، الرعاية الأولية والأطراف المتخصصة ما بين المستشفيات والمراكز المتخصصة، مراكز العلاجية المتخصصة. يعني من خلال هذا العصف يبحثون للخروج برؤية موحدة للعمل، هدفها في الأساس تحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم. وهذا نهج يعني تعودنا في الفترة الأخيرة مع معالي رئيس مجلس الإدارة، الذي دائما ما نشوفه هو يوصي وهو يبادر كذلك في خلق هذه الأجواء التي تخرج بمجموعة من الحلول والأفكار المبتكرة والتي تعتمد على أكثر من دماغ بشري. وهذا نهج أيضا تعودنا كذلك من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء، حاكم دبي، كذلك في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. المهم نحن ما ننتقل إلى العصف الذهني الذي يعقد الآن في نادي زعبيل للسيدات أعتقد، وبيكون معانا هناك الزميل مراسلنا الأستاذ يوسف سعد. مرحبا بك يا يوسف. ألو، وأخير محمود، أهلين. أنا عبالي بعد الخط انقطع يا يوسف، قلنا ايش سوى. أنا أعزائنا المستمعين، أنا متواجد بالفعل هنا في نادي زعبيل للسيدات حيث طاقد هيئة صحة دبي جلسة أو ملتقى موسع للعصف الذهني يجمع بين قطاعي الهيئة، قطاع الرعاية الأولية والرعاية الصحية المتخصصة اللي هي نقصد بها المستشفيات، بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام للهيئة. وزي ما قلت فعلا محمود، جلسة العصف بتركز على مناقشة قضية مهمة جدا، هي قضية عالمية بتواجهها النظم الصحية في الدول المتقدمة، وهي المريض ووجود فجوة بين المراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية المتخصصة. دي المشكلة العالمية دي محمود، وفق الأوراق والتقارير والدراسات المعروضة هنا في العصر، في جلسة العصر في دراسات كتير أكدت أن فعلا في فجوة، والفجوة دي بتسبب أزمة للمريض بشكل مباشر. ومنها الهيئة، هيئة الصحة، بادرت بهذه الجلسة للوصول إلى حل ممكن يساهم في حل هذه المشكلة العالمية. الجلسة العصر محمود بحضرها في محاضر بتعرض تجربة سنغافورة في حل هذه القضية وعدد من الدول المتقدمة. محاور الجلسة بتدور حوالين تعزيز الشراكة بين القطاع التدريب والهيئة، ووضع أسس سياسية لتحويل المرضى، يعني وضع أسس وسياسات لتحويل المرضى من المراكز الصحية إلى المستشفيات، وتوسيع نطاق الخدمات، وإعداد دليل شامل يجمع خدمات الهيئة ويكون واضح للجمهور المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي. قبل قليل محمود معالي حميد القطامي افتتح هذا الملتقى وهذه جلسة العصف الذهني، وأكد أن التطورات النظم الصحية على مستوى العالم انتقلت لمرحلة جديدة
كانت الأول بتعتمد على مسألة الكفاءة والجودة، حتى أصبحت الكفاءة والجودة أحد أهم المؤشرات لقياس كفاءة العملية الصحية نفسها كوقاية أو علاج. معلي كمان ألف كلمة أمام الحضور من المسؤولين والأطباء والمتخصصين أن الكفاءة والاحترافية والمعايير الممارسات الطبية والمهنية أصبحت مطلب أساسي لتقدم الوحدات الصحية، يقصد بها المراكز والمستشفيات. الجلسة برضو محمود يحضرها زي ما قلت مجموعة كبيرة من المسؤولين. وسط الجلسة محمود في شيء مبتكر عاملينه، وهي شجرة كبيرة قطاع الرعاية الصحية الأولية، جمع مجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة لتطوير العمل الصحي في الهيئة وحولها إلى شجرة كبيرة. أوراق هذه الشجرة هي تحمل كل الأفكار وكل المبادرات لأطباء الهيئة. طيب يوسف، أنا أبغيك تستمر معايا، بس أبغيك تتوجه إلى هذه الشجرة، تعطيني شوية بعض الأفكار اللي موجودة فيها، لكن بعد ما أطلع هذا الفاصل القصير وأيضا بستكمل معاك هذا الحوار، لأنه عندي مجموعة من المواضيع اللي أبغيك توصف لي إياها بما أنك أنت تتواجد في هذا المكان. فخلنا نطلع هذا الفاصل. يوسف خلك معانا على الخط، وإن شاء الله ما نرجع لك بعد الفاصل. فاصل مستمعينا ومن ثم نعود. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. حقيقة كنا قبل الفاصل مستمعينا نتحدث بشكل كبير عن أو نسلط الضوء على الملتقى العصف الذهني الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي، والذي يتمركز في محوره عبر يعني الاهتمام بالمريض وجمهور المتعاملين بشكل كبير. هناك هذا العصف الذهني يقام حاليا في نادي زعبيل، وكان معنا زميل يوسف سعد اللي كان عطلنا فكرة عامة عن هذا المؤتمر، وظهر أن نحن ما أدري ما إذا ما زلنا متواصلين معاه ولا لا، لكن أعتقد معانا الدكتور علي السيد على الهواء. هلو دكتور. مرحبا دكتور، كيف حالك؟ دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة عندنا في هيئة الصحة بدبي. دكتور، من خلال تواجدكم في جلسة العصف الذهني هذه التي تعقد اليوم، خلينا نتحدث عن أبرز الأفكار اللي تم تناولها أو المحاور اللي أنتم تسعوا لها، كذلك من خلال وجودكم في إدارة الصيدلة بهيئة الصحة، شو الأشياء اللي أنتم تبون تطلعون فيها بالمحور هذا، التعاون ما بين المراكز التخصصية وأيضا مراكز الرعاية الأولية؟ طبعا التجمع هذا التجمع مهم جدا. اليوم يوم مهم يشهد، يعني يشهد للتاريخ، لأن أول تجمع يتم اللقاء بين المستشفيات وبين الرعاية الصحية الأولية. طبعا هو تجمع تكاملي مثل ما تفضل فيه بمعالي رئيس المجلس الإداري بين عام. التجمع هذا والمناقشة طبعا تجمع بين المستشفيات وبين المراكز الصحية الأولية والرعاية الصحية الأولية لوضع آلية يعني إسعاد المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، بحيث أن تكون آلية جيدة وسهلة ويمكن يعني استفادة منها من المرضى والمجتمع، بحيث أن يتم تكامل رعاية متكاملة وخدمات صحية متكاملة بين المستشفيات وبين الرعاية الصحية، كل منهم يكمل الآخر، كل منهم يعني ينجز ويتمم
الخدمة للمريض بحيث أن المريض ينتقل بين الرعاية الصحية الأولية وبين المستشفيات بسلاسة وبسهولة ويتم التعامل معه بشكل طبعا صحي جيد وآلي وطبعا شيء يعني يخدم هذا المريض ويخدم المجتمع. الهدف من هذا طبعا تقليل الأبع على المريض، تقليل الأمراض، القضاء على بعض الأمراض، تقليل نسبة مثلا الإصابة بأمراض معينة في السكري وأشياء غير الأمراض اللي هي الضغط والكوليسترول والسكري والبدانة. وهذا الرعاية الصحية الأولية اليوم تمثل شكل جزء مهم يجب أن يتم الاعتماد عليه بحيث أنه يكمل المستشفيات. هذا ما احنا نسعى اليه بحيث نضع آلية علمية صحيحة تتجه الى ارضاء واسعاد المرضى وافادتهم من الناحية الصحية ومن الناحية العلمية ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور، يعني من خبرتك الكبيرة في المجال الصحي بشكل عام وفي هيئة الصحة بشكل خاص، الآن إذا أنا بتحدث عن الحالات اللي ممكن تستقبلها مراكز الرعاية الصحية الأولية، شو هي الحالات اللي ممكن تستقبلها هذه المراكز لتخفيف الضغط على المستشفيات، وأيضا الأمور اللي ممكن توفرها الهيئة كخدمات لعملائها للوصول إلى آلية اللي أنت ذكرتها اللي هي الرؤية الموحدة للعمل اللي تهدف في الأساس إلى تحقيق رضا المتعاملين وأسعادهم؟ لما نتكلم عن أخ محمد نتكلم عن مراكز صحية مميزة. نعم. دبي. نعم. يعني شاهد لها معالي المدير العام، شاهد النهاية بعد ما شاف مراكز مختلفة في المنطقة، شاهد النهاية مراكز متكاملة وشبه يعني شبه مستشفى. صحيح. المركز شبه مستشفى صغير. صحيح. فتتكلم عن مركز يعني في خدمات عالية الجودة، ذات يعني مثلا جودة عالية وذات سعة كبيرة وتخصصات مختلفة. صحيح. وأن أطباء أكفاء للتشخيص والعلاج والهذا. فمعناته أنت اليوم ممكن المراكز هذه تشيل عبء كبير أنا يعني نتخلى المستشفيات فقط التشخيص الصعب، التشخيص اللي هو مثل معقد، التشخيص السب يعني سبيشاليتي اللي هو فوق التخصص. فأنت اليوم تقول مثلا التخصصات الرعاية الصحية الأولية والمراكز فيها ممكن تتحمل مسؤولية كبيرة وعبء كبير على المستشفيات، تقلل من اللود وتقلل من عدد المرضى على المستشفيات طبعا الإقبال يكون على المراكز يكون أفضل، ونتائج ممكن تكون ونتائج إن شاء الله تكون أفضل للمراكز الصحية لأنه بتكون أسهل الوصول للمرضى. صحيح. نحن عندنا تجربة جميلة دكتور اللي هي تجربة تقديم خدمة الـ 24 hours الـ 24 ساعة في مركزي ند الحمر والبرشة، هذه الخدمتين ساهموا بشكل كبير في تخفيف الضغط على مستشفيات الهيئة بشكل عام. تم التطرق لهم هذا. طبعا نحاول أن نصل إلى المرضى إلى أقرب منطقة هم فيها متواجدين فيها. البرشة وند الحمر يغطون منطقتين مهمين جدا، وطبعا المراكز الصحية هذه تغطي شريحة كبيرة من المجتمع وتغطي يعني تحاول إسعاد المرضى وتحاول تقليل العبء عليهم وتحاول تكون المخرجات العلاجية أفضل من ما هي عليه. إذا جاء المرضى المستشفى يضيع يوم كامل في وقت معين صباحا يكون لود على المستشفى، ينتظر الدور، ينتظر الموعد، يعني في المراكز الصحية يكون سهولة الوصول إلى الطبيب والمقدمة للرعاية الصحية بيكون أفضل، التعامل مع أفضل، معرفة العلاج أفضل، الحصول على الخدمات سواء في خدمات مخبرية أو أشعة أو أدوية تكون أفضل. فكل هالأشياء بتكون يعني إيجابية على المريض للالتزام بعلاجه
إذا بيكون حاصل العلاج بيكون أفضل، النتائج بتكون أفضل. مراكز إحنا نفتخر بها مراكزنا هني، يعني فعلا ليه طبعا شكل مميز، دور مميز. صحيح. إن شاء الله تكون له نتائج أفضل. القصر الذهني ها طبعا لتطوير الخدمات أفضل وأفضل وتحسينها، وتحسين التكامل والعلاقة بين المستشفى الدور وإيضاح دور المستشفى مع دور المراكز الصحية بحيث يكون هناك تكامل بين الاثنين إن شاء الله. طيب دكتور، بعيد عن العصف الذهني، الحين نبغى نعرف شو جديدكم في إدارة الصيدلة. طبعا إن شاء الله بكون لنا دور مهم جدا في نقل الأدوية وفي يعني توفير الأدوية وفي تسهيل الحصول عليه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. دكتور، أنا يعني من بين الإدارات المميزة دائما إدارة الصيدلة، أنتوا اللي تتعاملون بشكل جديد ومباشر دائما بكافة التقنيات الذكية، أيضا قمتوا توصلون الأدوية للمرضى في بيوتهم. طبعا أكيد الأخ محمود إن شاء الله، وعنك الأخ يوسف إن شاء الله عشان توصل بعد المدير العام إن شاء الله. إن شاء الله. محمود. أيوة يوسف. الدكتور أحمد بن كلبان كان لي برضو تعليق على موضوع ممتاز، لأن هو جزء كبير هو بيهمه جدا ويخصه. معك الدكتور أحمد بن كلبان، تفضل محمود. مرحبا يا دكتور. يا هلا يا دكتور. مرحبا، هلا اخوي، يعطيكم العافيه. وسامحونا نحن نسحبكم شويه من الجلسه على الخارج، لكن بس عشان نعيش المستمعين هذه الاجواء الجميله اللي تتواجد هنالك في نادي الزعبيل للسيدات. دكتور، يعني قد تكون هذه من الجلسات الأولى التي يتم وضع منهجية خاصة لاستقبال مختلف هذه الأفكار للوصول إلى رؤية موحدة في العمل اللي تهدف في الأساس يعني إلى إرضاء المتعامل وإسعادهم. الآن من خلال هذا التعاون، من خلال هذا العصف الذهني، يا ترى ما هي المحاور الرئيسية التي تسعون إلى التنسيق فيها ما بين قطاعي الرعاية الصحية والمستشفيات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت بس أشكر معالي حمد القطامي على إتاحة الفرصة لإيجاد يعني مثل ما نقول ورشة عمل العصف الذهني، أساس نحن ننسق الجهود ونتعاون ونحاول إن شاء الله بقدر الإمكان تطوير كل الخدمات الموجودة سواء في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية. بغيت أذكر أن النظام الصحي في إمارة دبي وخاصة هيئة الصحة يقوم على ثلاثة محاور. هو محور الرعاية الصحية الأولية كخط الدفاع الأول للمجتمع هذه الأمراض، الخط الثاني هو الرعاية الصحية الثانوية، بعدين المحور الثالث هو محور الخدمات الطبية التخصصية والنادرة. فالرعاية الصحية الأولية لها ثقلها أيضا في المجتمع مثل ما قلنا، من ناحية الوقاية وتعزيز الصحة والعلاج. وعندنا الخط الثاني والثالث يدخل في موضوع العلاج وتعزيز الصحة. فالرعاية الصحية الأولية لازم دائما، والحمد لله موجود يعني التعاون والتنسيق في موضوع تحويل المريض من صحيح. الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات، ومن المستشفيات إلى الرعاية الصحية الأولية، هذا كمحور التحويل من وإلى. اثنين، تعزيز ثقافة المجتمع بأهمية الرعاية الصحية الأولية وأهمية طبيب الأسرة، وأهمية أن كل أسرة يكون لها طبيب أسرة واحد يعرف الأمراض الوراثية، الأمراض مثل ما قلنا الأمراض السكر وغيره، ويكون دائما معاهم يعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذه الأسرة، ويعرف متى يحول هذا المريض ومتى يرجع مرة ثانية. المحور الثالث، احنا لازم أيضا نطور الخدمات، يعني الرعاية الصحية الأولية ما شاء الله المراكز عندنا مراكز نقدر نقول ما شاء الله مستشفيات مصغرة فيها خدمات مختلفة ومتنوعة، فيها بعض التخصصات. كيف نقدر نحن أيضا نعزز هذا المحور وهذا القطاع يساعد المستشفيات في تخفيف الضغط على المستشفيات، التقليل من نسبة التحويل، التقليل من طول المواعيد، والتخفيف أيضا على مراكز الطوارئ والحوادث. أيضا محور آخر، أيضا محور التعليم والتدريب، يعني ممكن حتى الرعاية الصحية الأولية تستثمر أيضا الكوادرها
في المستشفيات من التدريب والتعليم بإشراف التعليم الطبي. واليوم أيضا إن شاء الله بنستعرض تجربة سنغافورة. يعني سنغافورة من الدول الرائدة في النظام الصحي. فبيتم إن شاء الله استعراض منهجيتها وخططها، كيف قدرت تطور منظومة الخدمات الطبية الموجودة في سنغافورة، وهذا أيضا بيكون له انعكاس إيجابي جدا على تطوير الخدمات المقدمة في هيئة الصحة بشكل عام. طيب دكتور، يعني في سؤال كنا نتكلم عنه عن جهود اللي قامت بها هيئة الصحة في مجال التنسيق بين قطاعي المستشفيات والرعاية الصحية فيما يتعلق باستقبال المرضى وخاصة متابعة الحوامل. يعني الفترة الأخيرة كنا نعرف أن الحامل تحول من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشهر السابع، إذا ما خانتني الذاكرة، أعتقد في الفترة الأخيرة من الحمل، لكنها تلقى الرعاية الأولية دائما في المراكز اللي تتواجد في المنطقة الخاصة بهذه الحامل. هو من البرامج المشتركة بين مستشفى لطيفة ومستشفى سكي مع الرعاية الصحية الأولية هي رعاية الحوامل. يعني الحمد لله أكثر من، نقدر نقول أكثر من 90% من الحوامل حملهم الحمد لله طبيعي بدون أي مضاعفات. صحيح. بدون مشاكل. فيبدأ طبيب الأسرة أو العيادة الموجودة في المراكز الصحية للأمومة تبدأ، يعني يتم التسجيل عندهم، يتابعونها في الأشهر الأولى من الحمل، في فحوصات طبية، في تصوير، في بعض التصوير يحول للمستشفى وترجع المريضة أيضا تكمل متابعتها بشكل دوري ومتكامل وتطعيماتها. يتم التسجيل في المستشفى قبل فترة، يعني الحمد لله كل شيء نحن عندنا إلكتروني، يكون لها حجز وقت متوقع مثلا للولادة متى يكون، مثلا ممكن الاستشاري يشوفها قبل الولادة. فكل شيء الحمد لله منظم بآلية عمل ببروتوكولات عالمية. الحالات الطبيعية مثل ما قلنا الأشهر، غالبية الأشهر ممكن تراجع بستاندر مثل الستاندر الموجود في المستشفيات بكل أمن وأمان للأم والجنين حسب بروتوكولات العالمية، ما تحول إلى المستشفى إلا قبل الولادة، يشوفها الاستشارية مرة ومرتين وبعدين إن شاء الله على الولادة. إذا كانت الحالة يعني تم اكتشاف مبكر عند مثلا طبيب الأسرة أو العيادة الموجودة في المركز الصحي، إذا في أي مضاعفات بسيطة، نقول مثلا ارتفاع بسيط في السكر، ارتفاع بسيط في الضغط، حسين أن في بعض التغيرات البسيطة جدا في المشيمة أو بالجنين، يتم تحويلها بشكل مباشر سواء عن طريق الحوادث أو يعطونها أقرب موعد للاستشارية. وكل هذه الحمد لله دائما في لقاءات دورية بين طاقم المستشفيات وطاقم الرعاية الصحية الأولية في موضوع التحويل وتطوير الخدمة المقدمة، وحقق ما شاء الله إنجازات كثيرة جدا في هذا الموضوع. جميل. دكتور أحمد بن كلبان مدير التنفيذي قطاع المستشفيات، نحن شاكرين لك هذا الوقت اللي خصيتنا فيه وخروجك من هذه الجلسة للتواصل مع المستمعين بشكل مباشر. وإن شاء الله هذه الجلسة أيضا بتضيف إضافات كبيرة في ناحية التعاون والتنسيق وتعزيز الخدمات الموجودة بين القطاعين إن شاء الله. والله يا دكتور نحن ارتئينا أن مشاركة المستمعين بهذه الجلسات وهذه المناسبات التي تعقدها الهيئة لسبب بسيط، أن على أساس يعني نتحدث عن الاهتمام اللي توليه الإدارة العليا في هيئة الصحة بدبي بما هو يعني يزيد من جودة الخدمات ورضا المتعاملين. نعم. وأيضا الفكر دائما نحن نقول مش فكر شخص واحد، لا، هي فكر. صحيح. فكر جماعي، فكر ناس متخصصين في هذا المجال ويعني يعتمدون على الجماعية في اتخاذ. نعم. القرار. وحبيت والله الحمد لله يعني نشيد بأطباء الأسرة وأطباء الرعاية الصحية الأولية، حققوا نتائج كبيرة، مؤشرات أداء ممتازة جدا، والحمد لله غالبية الأطباء يدخلون في دراسات عليا. صحيح. سواء داخل الدولة أو خارج الدولة ويشتركون في مؤتمرات، فما يقلون من ناحية التخصص عن تخصص المستشفيات. شاكرين لك يا دكتور. نطمن الناس أن الحمد لله في يد أمينة وخبرات موجودة إن شاء الله في المراكز إن شاء الله. يا مرحبا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافية. يا هلا. ما أدري يوسف بيرجع لنا ولا خلاص؟
ألو يوسف. طيب الظاهر يوسف. أيوة يوسف معانا. معك محمود. الحين طيب. في عرض لتجربة سنغافورية. يوسف يوسف أنا 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 أبغى أشكرك بس على تغطيتك المميزة وأخذنا إلى تفاصيل هذا العصف الذهني. ف يعني بس عندي تقريبا دقيقتين، أبغيك تختصر لي هذا اليوم هو شو بالضبط وكيف بيكون وشو الأشياء اللي ننتظرها نحن من خلال هذا العصف الذهني. الخلاصة محمود بتاعت العصف الذهني هو الهدف نفسه اللي هو المريض وخدمة الجمهور المتعاملين مع هيئة الصحة دبي. قطاع الرعاية الصحية الأولية بمراكزه المنتشرة في ربوع دبي وقطاع الخدمات المستشفيات. المرحلة المقبلة سيشهد مزيد من هنقول الانصهار في العمل لصالح المريض، مزيد من التنسيق، مزيد من التواصل والتعاون، بحيث ان المريض لما يروح مركز صحي يجري اي فحوصات، الفحوصات دي وحصل انه انتقل لاي مستشفى يجد هذه الفحوصات جاهزة، لا يعيد تكرارها تاني مرة اخرى، لا يعيد البحث عن بياناته او اي معلومات تخص الحالة الصحية. التنسيق نفسه كمان اللي هيشهده المرحلة المقبلة ان شاء الله هيتيح فرصة كبيرة للهيئة أنها تقدم خدماتها بشكل أرقى وشكل أفضل عالي الجودة زي ما معالي القطامي أشار أنه وأكد أن مسألة الكفاءة لا تعني أنها كفاءة لكن لا يجب أن ترتبط بجودة الخدمة، وقال أنه هو لا معنى أننا نقول أن في كفاءة عندنا وما فيش جودة. صحيح. هم عنصرين مترابطين الهيئة ما تقدرش تستغنى عن أحد هذه العناصر. وهو عموما يوسف يعني أنا أشوف إذا ما تواجدت الكفاءة فهي بشكل تلقائي سوف تتواجد الجودة في هذا الموضوع. عموما أنا شاكر لك أخو يوسف على هذه التغطية المميزة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. إذن كان معنا يوسف سعد مراسلنا في برنامج صحة وسعادة متواجد في ملتقى العصف الذهني لهيئة الصحة في دبي. الآن خلونا نوقف مع الفقرة التثقيفية إذا هي جاهزة. طيب خلونا نسمع هذه الفقرة التثقيفية وما نرجع لكم إن شاء الله قبل ما نختم. يا ترى شو اللي يجمع بين لاعب الكرة ديفيد بيكام، الممثلة شارين ستون، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وسعيد؟ سلامات. كلهم مصابين بالربو ومع ذلك يعيشون حياة طبيعية. الربو مرض مزمن لكن مو بإعاقة. حوالي 250 مليون شخص مصابين بالربو حول العالم. ها؟ هي. ونسبة الأولاد المرضى هي ضعفين البنات، ولكن الغريب إن النسبة تتساوى عند البالغين. الوراثة عامل مهم في الإصابة بالربو، ومن العوامل الباقية الوزن الزايد، التعرض للتدخين السلبي في البيت أو تدخين الأم أثناء الحمل، وطبعاً في عالمنا المعاصر ارتفاع تلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات. الدواء بيساعد المريض على حياة مستقرة، ومو بصحيح إن البخاخات تؤدي إلى الإدمان. ابتعد يا سعيد عن الانفعالات النفسية وعن الأماكن اللي فيها تدخين وعن أي شيء مثير للحساسية مثل مواد كيميائية، ريش الطيور، فرو الحيوانات، حبوب الطلع والغبار. ولا تنسى تأخذ لقاح الإنفلونزا لأنه يخفف النوبات. المريض بالربو بحاجة دائما لانتباهنا ورعايتنا. عساكم دوم صحة وسعادة. إذن عساكم دوم صحة وسعادة. وأيضا يعني البارحة كان في مباراة حق برشلونة وأتلتيكو مدريد والظاهر خسروا برشلونة وطلعوا برا على البطولة ويأينا نمر محمد عبده مسولنا حشرة في الاستوديو. فنمر ترى بعد أنت أتذكر عندك ربو فتحمل ترى مو بتجلس في المقاهي وتجلس تأخذ تطالع المباريات وتسوي حشرة.
عموما مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، وعندنا مواضيع وايد مهمة الأسبوع الجاي، وايد أشياء ما نطلقها كذلك في هيئة الصحة. يعني الأسبوع الجاي عندنا ما أقدر أقول المشكلة، يا ليت أقدر أقولكم ولا أوضح لكم، لكن خلكم معنا الأسبوع الجاي، تابعونا سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى كذلك من خلال البرنامج ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة. عندنا مجموعة أخبار ومجموعة إنجازات ومجموعة حملات جديدة ومبتكرة، وكلها تصب في مصلحة المستمعين والجمهور، جمهور المتعاملين. في الختام لا ما أملك إلا أن أتوجه بشكر جزيل لمخرجنا عيسى سبيل، وأيضا في التسريق كانت معنا الأخت أشواق مسعد، و مراسلنا يوسف سعد، وفريق الإعداد بقسم الإعلام، وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة وإجازة سعيدة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.